الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين يطالب بالسحب الفوري لمشروعي قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات من المجلس الشعبي الوطني لإشراك هيئة الدفاع في إثرائهما وتوسيع المناقشة بشأنهما على مستوى وزارة العدل. هذا البيان جاء عقب إحالة الحكومة ممثلة في وزارة العدل لمشروع تعديل قانوني للإجراءات الجزائية وقانون العقوبات على البرلمان للمناقشة دون إشراك هيئة الدفاع في إعداد وتحضير هذا المشروع. هذا لا شدد البيان على ملتمس سحب هذين المشروعين، يعني ملتمس موجه للحكومة لسحب هذين المشروعين تحت طائلة اتخاذ مواقف مستقبلية. المحامي نجيب بيطام بدوره أكد بأن هيئة الدفاع هي الضامن المحصن لحقوق الأفراد وحريتهم تجسيداً لقوانين الجمهورية، ولا يمكن تجاهلهم في نقاش وإثراء أهم قانونين في قطاع العدالة. تحيين القوانين مع التطور الحاصل في المجتمع وفي شتى مجالات الحياة الاجتماعية يتطلب بالضرورة إشراك هيئة الدفاع. هذه مؤسسة دستورية لا يمكن تجاهلها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، والكل يعلم أن الدفاع أو هيئة الدفاع عامل فاعل أساسي ومحور أساسي في الإجراءات الجزائية. الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وخلال اجتماعه تأسف لعدم إشراك هيئة الدفاع في مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع العدالة، وأعلن عن الاحتجاج بكل الوسائل القانونية المتاحة في حال الاستمرار فيهما.